بارك الله بكم جميعا لبيتم دعوتنا في حفلنا هذا وفعاليتنا هذه، وهي افتتاح مدرسة أزهار الشعار الابتدائية ومدرسة ثانوية الجنان للبنات. نقول لأهالي الطلاب لا تترددوا في إرسال أبنائكم إلى المدارس، نحن والله نعدهم أمانة في أعناقنا ونحرص على سلامتهم وعلى أن يتلقوا العلم كما تحرصون عليهم وأكثر. ونقول لمعلمينا حياكم الله جميعا للفدائيين، تقدمون كل ما لديكم دون أن تتلقوا شيئا مقابل أن يستمر العلم وأن تنهض الأمة وأن يكون لنا جيل قادر على بناء هذا الوطن. قمنا اليوم بافتتاح هذه المدرسة بفعالية أداها الطلاب، تضمنت معرضا للرسوم وتضمنت أيضا لوحات صامتة وأناشيد وشعرا عربية. نشكر جميع الإخوة الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل ودعموا هذا المشروع. المدرسة مثل ما شفتوا افتتاحها جديد، هلأ صار لها كم يوم. الشغل والمعرض كله شغل أطفالنا، في أعمال مشتغلين من قبل شاركوا فيها ولو هي كانت بسيطة، ولكن يعني ما يميز المعرض أنه هي أعمالهم البسيطة، فحبينا أنه تكون ما يميزه هو بساطة المعرض بما أنه شغل أطفالنا. نحن كنا موقعنا غير هذا الموقع، فكان مكان فوق الأرض، فالظروف يعني لازم أنه تكون أنه تحت الأرض، فارتقينا أنه يكون مجال هون المجال المدرسة، إن شاء الله تكون أأمن، إن شاء الله تكون يعني فاتحة خير لحتى يكملوا أولادنا تعليمهم. الله فوق المعتدين، فضل أنسين.